وسط حالة من البهجة انطلقت فعاليات دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات. الدوري بيتم تنفيذه برعاية صندوق مكافحة الإدمان، وتم تدشين الدوري بملاعب حي الأسمرة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام، كل عام وحضراتكم بخير وسعادة. وحضرتك طيب يا فندم، لو تكلمنا في البداية عن أبرز الفعاليات والأنشطة اللي بيتم تنظيمها في الدوري ده. خلينا أقول لحضرتك، يمكن إحنا بالتحديد إحنا عندنا توجيهات من القيادة السياسية بتنفيذ برامج توعوية متكاملة لأهالينا داخل المناطق المطورة اللي هي بديلة العشوائيات زي الأسمرات وبشائر الخير والمحروسة وكتير الحقيقة من المناطق اللي هي أصبحت مناطق متطورة ومناطق آمنة بديلة للعشوائيات اللي احنا كنا بنشاهدها على مدار سنوات طويلة في الماضي. احنا بننفذ برامج توعوية. الحقيقة البرامج دي يعني منها ان احنا بنعمل طرق أبواب للمنازل الأسر، بنوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وازاي لا قدر الله لو الأسرة عندها ابن بيتعاطى مواد مخدرة هي أبرز العلامات اللي ممكن تدل ان الابن بيتعاطى. أيضا كمان بنعرفهم كيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023 لتقديم أي خدمات علاجية لأي مريض إدمان مجانا وسرية تامة. إحنا كمان افتتحنا 6 عيادات داخل المناطق المطورة. العيادات بتستقبل الشباب وتوعيتهم وكمان أيضا بتستقبل المرضى لتقديم كافة الخدمات العلاجية. إحنا يمكن على مدار العام الماضي 2023 قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 19,000 مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة وكمان أيضا المناطق المجاورة لهذه المناطق. الخدمات العلاجية إن إحنا بنقدم الخدمات العلاجية في مراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مراكز العزيمة اللي موجودة الحقيقة في العديد من المحافظات، لأن إحنا عندنا 28 مركز علاجي منتشرين في 17 محافظة وأيضا بصدد افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة هذا العام. من ضمن الخدمات العلاجية الحقيقة اللي بيتميز بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن هي ما بتقتصرش بس على سحب المخدر من مرضى الإدمان، ولكن بتمتد إلى خدمات الدعم النفسي، التأهيل الاجتماعي، أيضا كمان اللي هو الدمج والتمكين الاقتصادي. إن احنا بنعلم المتعافين حرف بيحتاجها سوق العمل. يمكن على مدار الفترة الماضية احنا الحقيقة يمكن دربنا أكثر من 14,600 متعافي. أيضا من ضمن الخدمات إن احنا كمان بنعمل أنشطة ما بعد العلاج زي الدوري الرياضي اللي حضرتك أشرت عليه. هدف الدوري الرياضي هو تعظيم دور الرياضة. أيضا الحقيقة ده من ضمن الخدمات اللي بنقدمها لمرضى الإدمان متعافين وده بعد العلاج. ده بيساعدنا في إيه؟ بيحد من الانتكاسة وكمان في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى. احنا الحقيقة كمان بجانب ان احنا يعني بننفذ برامج توعويه في المناطق المتكامله، احنا كمان قدرنا ان احنا نستقطب ابناء من هذه المناطق اللي هي المناطق المطوره ان هم بيبقوا متطوعين لدى صندوق مكافحه وعلاج الادمان، وهم كمان اللي هم بيشتغلوا مع الصندوق تحت اشراف المتخصصين وبيوعوا اهاليهم داخل المناطق بخطوره تعاطي المواد المخدره. الحقيقة كمان شغالين في قرى المبادرة الرأسية حياة كريمة، بنوعي أهالينا في هذه القرى ببرضو آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي. بنعمل دوري رياضي تحت شعار انت أقوى من المخدرات لأبناء القرى في حياة كريمة. أيضا بنعمل أنشطة تفاعلية وألعاب تفاعلية للأطفال عبارة عن ورش حكي هدفها هو رفع وعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة. بالتزامن مع كل حضرتك يعني المحاور اللي احنا شغالين عليها، احنا ايضا عندنا محور في غاية الاهمية، المحور الوقائي لوقاية ولادنا في المدارس. ويمكن على مدار العام الماضي اطلقت معالي الوزيرة الدكتورة نبيل القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة الصندوق اكبر برنامج وقائي لتوعية طلابنا في المدارس خاصة في المرحلة الاعدادية والثانوية. هدف هذا البرنامج هو كمان بيعتمد ان هو بيبث فيديوهات توعوية بتحكي رحلة التعاطي وبتبرز الأضرار اللي بيتعرض ليها متعاطي المواد المخدرة سواء إذا كانت أضرار نفسية أو صحية أو مادية، وبالتالي بنرفع الوعي برضو لدى ولادنا في المدارس بخطورة تعاطي المواد المخدرة. ويمكن على مدار العام الماضي
احنا الحقيقه وعينا ونفذنا البرامج التوعويه في اكثر من 9000 مدرسه بالتعاون. ونتيجتها اهو ادينا شايفين دوري معمول مخصوص للمتعافين. عايز اعرف بقى اللاعبين اللي موجودين في الدوري، اكيد المباراه بتكون ميكس يعني، او من المتعافين ومن اللاعبين او من الناس العاديه خالص اللي لم تتعرض لخطر الادمان، ف بيبقى في نوع من انواع الدمج وبيبقى في نوع من انواع اعاده تقبل المجتمع ليهم. احنا فيما يتعلق بالدوري اللي حضرتك اشرت عليه، هو كان دوري للابناء من المتعافين نفسهم، ولكن احنا بنعمل بشكل سنوي، بنجيب يعني بنعمل دوري رياضي لكافه المتعافين على مستوى مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. والحقيقه كبار من نجوم الكره بيتطوعوا وبييجوا يشاركوهم وبيلعبوا معاهم، يعني على مدار الفترة الماضية كتير من نجوم الكرة المصرية الحقيقة كانوا بيشاركوا، وده بيديهم دفعة، وكمان زي ما بقول لحضرتك دي خدمات ما بعد العلاج اللي بيتميز بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. وعايز أزف لحضرتك كمان خبر صار إن كل المراكز العلاجية الجديدة اللي احنا بصدد افتتاحها هذا العام، وإن شاء الله هنفتتح 6 مراكز علاجية ومنهم أيضا مراكز في كرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كل الأساس لهذه المراكز يعني اللي قام بتنفيذها المتعافين من الادمان، وده يمكن لاول مره على مستوى العالم ان المتعافين من الادمان هم اللي بيشاركوا في تاسيس المراكز العلاجيه الجديده لعلاج الادمان. والحقيقه هذا مبادره تعد الاولى من نوعها، وده يعني الحقيقه مزيد من المسؤوليه للتاكيد على عدم حدوث اي انتكاسه. كل الشكر ليك الاستاذ مدحت وهبه المتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان، شكرا جزيلا ليك.